نبدأ حصادنا الأسبوعي بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إذ تستمر في تقديم خدماتها للمنتسبين من مختلف الأعمار، وتشمل خدمات علاجية وتربوية ونفسية للأطفال من ذوي الإعاقة. وإلى برنامج التدريب الصيفي في دائرة الموارد البشرية بالشارقة، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر المهنية الإماراتية من طلبة وطالبات المدارس والجامعات. وننتقل إلى سوق الجبيل وفن الرسم الرقمي، الذي نظمته مؤسسة الشارقة للفنون لابتكار سبل متنوعة في الرسم على الأجهزة اللوحية. ومن سوق الجبيل إلى معهد الشارقة للتراث، والذي نظم بازار سوق الشارقة القديم دعماً للأسر المنتجة وللمساهمة في تسويق منتجاتها التراثية. ونختم حصادنا الأسبوعي باستعدادات العرض المسرحي عايلة نيو لوك، والتي ستعرض في أيام عيد الأضحى المبارك في قاعة أفريقيا بالشارقة. أيضا إلى جانب التقارير المصورة، هناك فعاليات أخرى يتم تسليط الضوء عليها في الأماسي من خلال استضافة عدد من الضيوف والمتحدثين. خلونا نتابع جانب من هذه اللقاءات من خلال هاي الوقفة. هذا البرنامج بدأ مع بداية مؤسسات حكومة الشارقة، منذ نشأة الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، وأتى التوجيهات دائما من صاحب السمو الحاكم حفظ الله ورعاه بأن نوضع عدة برامج، العديد من البرامج لتأهيل الأجيال. جميل. وكان من ضمن هذا البرامج، وهي تعتبر من ضمن برامج التنمية البشرية في إمارة الشارقة. نعم. وهو الاعتناية بالطلبة في المدارس وإعدادهم كجيل قادم مشيئة الله. فجاء برنامج التدريب الصيفي في الدوائر الحكومية، بعد ذلك تم تطويره في عام 2011 ليكون تحت منظومة دائرة الموارد البشرية شامل في جميع الجهات الحكومية بإمارة الشارقة. طبعا هذا المشروع هو كان في ملف الذي تم تقديمه لمنظمة اليونسكو، واللي من ضمن المبادرات أو المشاريع اللي تم تقديمها في ملف العاصمة العالمية للكتاب. صحيح. وتم الإعلان عن هذا المشروع أو هالمبادرة والكشف عنه في مشاركتنا في معرض لندن للكتاب في العام الماضي، كان بحضور سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اللي يعني شاهد له إعلان المشروع هناك خلال مشاركتنا في معرض لندن، وأطلقنا بعض نقول اللي هي المعلومات عن هذا المشروع لمرتادي اللي زوار معرض لندن للكتاب. كانت الفكرة جت بعد ما استوت وزارة الشباب والرياضة. نعم. كانت أول شيء الهيئة، بعدين استوت وزارة الشباب، وجت الفكرة من يعني رؤية الدولة نفسها أن تمكين دور الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع. صحيح. فأسس هذا المجلس، هو أول مجلس شباب على مستوى أندية الدولة والوحيد إلى الآن. يعني نحن المجلس الوحيد، مجلس شباب في نادي رياضي على مستوى الدولة الوحيد والأول إلى الآن. نطور الفكرة. مثلا توزيع، نوزع الورود. نوزع أشياء جديدة، أشياء مبتكرة، نفكرها ونسوي مثل عصف ذهني قبل كل مبادرة. طبعا الهيئة عندها رؤية واضحة، وبدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، تم إطلاق وثيقة الترشيد، ومن بين وثيقة الترشيد مضمونها أن تكون الشارقة مدينة الترشيد. طبعا هذا حلم إن شاء الله يتحقق، ولازم تضاف الجهود والأهداف. فوضعنا هدف لإدارة الترشيد بأن تكون استهلاك الطاقة، توفير استهلاك الطاقة الكهرباء والماء بنسبة 30%. نعم. وعلى أساسها تنطلق هذه المبادرات. جميل. ومضمون وثيقة الترشيد أيضا أن تكون هنا فئة نسميها نطلق عليها سفارة الترشيد. إن شاء الله بيكون في مركز يستقطب جميع الناس المهتمين في الزراعة. بتكون في ورش زراعية هناك، برامج زراعية خاصة للزراعة العضوية، الناس اللي حابين يحولون مزارعهم من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية. بيكون في محطة للأبحاث
هناك للناس. في ناس ما شاء الله عليهم يعني مثلا ناس متقاعدين او شباب وايد صغار توجههم في الزراعه، فهذه احنا نحاول نستقطبهم ونمشي وياهم على اساس نحطهم في الطريق الصحيح.